الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليأس هو الإحباط، والحياة لا تحتاج إلى إحباط، بل الأمل يجب أن يسيطر على الإنسان في جميع حياته، فإنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. والأمل هو بارقة في نفس الإنسان ونور يحركه في كون الله جل وعلا. وقد يأتي اليأس من فكر الإنسان، لذلك قالوا: إذا لم يكن للعبد عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده، أي أول شيء يجني على الإنسان هو عقله وفكره. لذلك ضرب القرآن الكريم أمثلة كثيرة وعديدة في الأمل. فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام مع أبيه حينما يدعوه ولا ييأس من دعوته من أول الحياة إلى نهايتها، فيقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، أي اذكر يا محمد لأمتك ولأتباعك ولمحبيك ولمريديك، اذكر لهم قصة الخليل إبراهيم مع أبيه، فإنها قصة مفعمة بالأمل، وإنها قصة تزرع الأمل في نفوس اليائسين حينما يدعوه ويأتيه من ناحية عقله وفكره فلا يستجيب، فيأتيه من ناحية العلم فلا يستجيب، فيأتيه من ناحية الشيطان فلا يستجيب، فيأتيه من ناحية العذاب فلا يستجيب. لذلك قص القرآن فيقول جل وعلا: إذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهنا يأتيه من ناحية العقل فلا يستجيب، ومع ذلك لم ييأس الخليل إبراهيم عليه السلام، فيأتيه من ناحية العلم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فلم يستجب أبوه، فيأتيه من ناحية الشيطان: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فلا يستجيب، ومع ذلك لم ييأس الخليل إبراهيم، فيقول له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيرد عليه أبوه فيقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فيرد عليه الخليل إبراهيم عليه السلام قائلا زارعا الأمل في نفوس كل اليائسين: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.